مساء الفل. انا سجلت فيديو بتكلم فيه عن صناعه الخبر، وتقريبا هوريكم الجزء الاولاني منه سريعا كده دلوقتي. صباح الفل. كنت وعدتكم ان هنعمل فيديو طويل شويه عن صناعه الخبر وازاي بيتم كتابه الخبر وازاي بيوصل لك في الاخر. وطبعا قبل ده كله احنا لازم نروح بقى نشرب قهوتنا. اكيد ان فكره صناعه الخبر دي مش حاجه سهله، وانا عارف كويس قوي مش كل الناس هتستوعب الكلمه، وطبعا بسبب مشكله الصوت فما كنتش عارف اعرض الفيديو. قررت ان انا هسجل بسرعه الفيديو تاني وهقول نفس المعلومات بس بطريقه مختصره، يمكن يكون الاعاده دي افضل عشان يبقى خير الكلام ما قل ودل. انا اشتغلت في الاخبار اكتر من 20 سنه، ف 20 سنه دي كفيله انك تكون مريت بظروف كتير جدا اثرت بشكل كبير جوايا بفكره صناعه الخبر، وان ازاي يعني بصنع الخبر ويعني ايه صناعه خبر. اول حاجه خالص في كليات الاعلام او في اقسام الاعلام في قسم اسمه صحافه. قسم الصحافه ده هو حياته كلها ان هو بيدرس صناعه الخبر وبيدرس صناعه المقال الصحفي، وبندرس حاجه اسمها توجيه الراي العام، ودي من المواد المهمه جدا في الاعلام. صناعه الخبر كارثه من كوارث الاعلام، وكل ما كان الصحفي او الاعلامي عنده اتقان في موضوع صناعه الخبر كل ما كان الخبر ده انا بعرف اثر على عقليه المتابع بطريقه افضل، وبالتالي بخليه انه الموضوع يوصل له بصراحة زي ما الوسيلة الإعلامية عايزة، مش زي ما المفروض يكون موجود، لأنه الحقيقة اللي موجودة على مستوى العالم مش في دول عربية ومش في دول، على مستوى العالم الحقيقة إن مفيش حاجة اسمها حياد في الإعلام. دي قاعدة بندرسها، إن لازم يكون الإعلامي ده محايد ولازم يكون مش ظاهر اتجاهه الشخصي أو ميوله الشخصية اتجاه حاجة معينة، لكن الحقيقة إن مفيش حاجة اسمها إعلام محايد على مستوى العالم، مش حاجة موجودة في العالم العربي أو في مصر او لا، هي على مستوى العالم ما فيش حاجه اسمها اعلام محايد. النقطه بقى الثانيه، اول ما كنا بندرس في كليات اعلام او في اقسام اعلام كان في دايما جمله كده مشهوره يقول لك يعني ايه خبر. الخبر بشكل بسيط جدا بدون الاكاديميات، يعني الخبر هو حاجه لازم تكون غريبه، لازم تكون تلفت انتباه الناس، ولازم تكون مهمه للناس. وكان القاعده دايما اللي كنا بنسمعها زمان قوي انه لو كلب عض بني ادم ده مش خبر، انما لو بني ادم عض كلب هو ده الخبر. وعشان كده يقول لك انه دايما لازم الخبر يكون فيه حاجه غريبه، لازم تصنع من الخبر الشيء الغريب. فانا جالي خبر مثلا بيقول ان في انسان عض كلب، ده هتلاقيه بقى خبر، والخبر ده هينتشر بقوه وبسرعه. انما انا لو جيت كتبت لك كلب عض بني ادم، ما هو عادي، ما هو ده حاجه طبيعيه ممكن تحصل. قيس بقى المثل ده على بقيه الموضوعات. طب تعالى ناخد بقى الحكايه واحده واحده. مع بدايه ظهور صناعه الاخبار، هي الاخبار بتجيلك منين؟ يعني المصدر بتاعت الخبر، المصدر الرئيسي بتاع الخبر بيجي لك منين؟ عن طريق مصادر للصحفي او للاعلامي او للقناة او للمؤسسة الاعلامية، بيجي له المصادر دي مختلفة، سواء كانت وكالات انباء او مصدر شخصي خاص بي انا. السياسة الاعلامية للمؤسسة الاعلامية اللي انا شغال فيها هي اللي بتحكم الاتجاه الخاص بالخبر او انه هيمشي في اي اتجاه. تعال اقول لك ازاي اخلي نفس الخبر ممكن يتفهم باكتر من اتجاه. ايه هي وكالات الانباء؟ وكالات الانباء من المشهور فيهم يعني حاجه اسمها الاي بي، وحاجه اسمها رويترز، وحاجه اسمها وكاله الانباء الفرنسيه، وحاجه اسمها وكاله انباء الشرق الاوسط، وطبعا وكالات انباء كتير، وكاله الانباء الروسيه، وكاله الانباء الصينيه، وكاله الانباء الالمانيه، يعني في كميه وكالات انباء غير طبيعيه. الخبر اللي بيجي لك عن طريق وكاله الانباء ده بيجي لك ازاي؟ بيجي لك بالتوجه العام بتاع وكاله الانباء، او بالتوجه العام بتاع الدوله الدوله او المؤسسه اللي تمتلك وكاله الانباء. كنت عملت فيديو على تيك توك قلت فيه ثلاث كلمات، قلت مصرع ومقتل واستشهاد. الثلاث كلمات دول ليهم ثلاث معاني مختلفين تماما في سياق الخبر او في صناعه الخبر. زمان لما كان الاعلام مجرد كتابه فقط، يعني عباره عن جريدة مطبوعة فقط، ما كانش فيه لسه راديو، ما كانش فيه حاجة، كان جمال الصحفي أو جمال الكاتب الصحفي أو جمال المحرر الصحفي هو في صياغة الخبر بطريقة تخليك توصل لك المعنى بطريقة معينة المؤسسة الإعلامية دي عايزة توصلها لك، كان في شكل المقال أو في الخبر أو في غيره. الدنيا لما اتطورت وبقى فيه راديو، بقى فيه وسيلة تانية غير وسيلة الكتابة بتأثر على صناعة الخبر او انك ازاي انت هتتلقى الخبر، هي الوسيلة بتاعة المذيع، ان بقى في شخص بيقرا الخبر. الشخص اللي بيقرا الخبر ده كارثة من كوارث الزمن، لانه لو ما عندوش القدرة على الالقاء وقراية الخبر او قارئ الخبر ده ممكن بخطأ صغير جدا في قراية او في تشكيل او في نطق او بإيحاء يخلي ممكن يحصل مشكلة بين دول، والمشكلة دي ممكن ما تبقاش صغيرة، ممكن تكبر، ممكن يبان في المذيع وهو بيقرا الخبر انه في استهزاء او في استهتار،
ممكن يخلي المذيع وهو بيقرا الخبر ان في يعني نوع من انواع السخريه، ان بيسخر من الخبر او بيسخر من الدوله او بيسخر من الاداء اللي معمول او بيسخر حتى من شخص. فاذا صياغه الخبر هتتاثر بيه موضوع اللي له علاقه بالاداء اللي هي الوسيله الثانيه، اللي هو انا كتبت، انا جالي الخبر من الوكاله، عدت صياغته بالطريقه اللي تليق عليا مش اللي تليق على الخبر، او بالطريقه اللي هم عايزيني افهمها. وفي نفس الوقت بقى عندي مذيع بيقرا الخبر، فبقت الوسيله الاخرى اللي هي قراءه الخبر او ازاي هوصل لك الخبر دي بتاثر جدا على صناعه الخبر. ندخل بقى على الكارثه الكبيره اللي هي ليها علاقه بالتلفزيون، اللي هي اتطورت فيما بعد وبقت شبكات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، اللي هي معتمده في الاخر على الكاميرا ومعتمده على الكلام اللي انا هقوله وطريقه ادائي. خليني اقول لكم على حاجه، في صناعه الخبر في التلفزيون بقى اصعب بكتير جدا، وعلشان كده شبكات التواصل الاجتماعي خطر. ليه خطر؟ لانه انا اقدر اثر عليك بقوه جدا باي وسيله. تعال اشرح لكم، انا جوه نشره الاخبار كتبت لك خبر عن اتفاق معين بين دولتين، الاتفاق المعين اللي بين دولتين دول بالنسبه للدولتين دول هو اتفاق مهم، بالنسبه للمؤسسه العالميه اللي انا شغال فيها انا شايف المؤسسه شايفه ان هو اتفاق بيقلل من قيمه حاجه معينه. جميل، اصبح ان انا الخبر جالي من على وكاله الانباء انه اتفاق حصل بين دولتين، الدوله الفلانيه والدوله الفلانيه، بخصوص 1 2 3. انا خدت الخبر ده كمحرر او كرئيس تحرير وقعدت صياغه الخبر، اللي هو قعدت صناعه الخبر بطريقه انه الاتفاق ده هياثر على العلاقات بين الدولتين دول وبين بعض الدول اللي موجودين في الاماكن الفلانيه. جميل، وبالتالي هحط فيديو على الخبر ده بجانب المؤتمر الصحفي اللي جاي بتاع الاتفاق، هحط فيديو لبعض مظاهر الرفض اللي موجوده في بعض الدول الثانيه على هذا الاتفاق، وبالتالي وصلت لك بالصوت والصوره انه ده مش مقبول. ثلاثه، اداء المذيع بقى هنا هيفرق جدا. كل ما كان المذيع ده متمكن من ادواته كرئيس تحرير بيبقى فاهم التارجت بتاع الخبر ده ايه، فالمذيع وهو بيقرا الخبر بيلون الخبر بطريقه تخليك انت وانت بتسمعه انه لا دي حاجه صعبه، لا دي حاجه مهينه، لا دي حاجه مش عارف كذا، الاحساس هيوصل هنا. انا قدرت اصنع لك خبر بوسائل كتير جدا. طب الحاجه برضو المهمه، تخيل ان انت بعد ما كتبت الخبر وصنعت الخبر وعملت كل ده، شبكات التواصل بقى خدت الخبر عن طريق اللجان الإلكترونية اللي للأسف منتشرة جدا، خدت الخبر ده وأعادت صياغة الخبر للمرة الثالثة، هي أول مرة جاية عن طريق المصدر اللي هو وكالة الأنباء، تاني مرة إعادت صياغتها عن طريق الرئيس تحرير أو المحرر نزلت على القناة، تالت مرة إتعاد صياغتها عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي اللجان الإلكترونية. أنا ما أقدرش أكشف على بني آدم وأكتب له دواء من غير ما أكون درست طب، ولا اقدر ابني عماره واحط لها شكل وابنيها واطلع عليها كده غير لما اكون مهندس معماري، وبالتالي برضو ما اقدرش احكم على صناعه الخبر او صناعه الاعلام او الاعلام بشكل عام الا لما اكون دارس اعلام. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، لو ليكم اي سؤال في صناعه الخبر او حاجه مش واضحه جوه الفيديو بشكل يعني قوي اكتب لي في التعليق وانا هرد عليك، وشكرا على الدعم اللي بشوفه في معظم حساباتي سواء على تيك توك او على الفيسبوك على الصفحه الرسميه بتاعتي اللي كانت ظاهره قدامكم على الشاشه طول فتره الفيديو.